النهاردة الحد، يوم أجازة في أوروبا، فطبعا المنطقة كلها هدوء. المطر بتمطر من الصبح، فالدنيا برا يعني مظلمة. الساعة دلوقتي تقريبا 4، لكن ضلمة تقريبا. فنظرا لكده أنا قلت إنه ده أفضل وقت ممكن أعمل فيه فيديو من فيديوهات الهدوء. انا تريزا خليل، كاتبه ومخرجه افلام تسجيليه، وبشارك على القناه اللايف ستايل بتاعي او اسلوب حياتي. وانا مهتمه جدا بالحياه الصحيه، واعتقد جزء مهم من الحياه الصحيه هو الاسترخاء والتخلص من التوتر. انا هاديه، ولكن ده ما يمنعش ان انا بتوتر، بقلق، بخاف، بتخض، يعني زي اي حد. لو عندي حاجه مهمه بكره، او لو في موضوع شاغلني، فكمان دايما بفكر كتير، فبحب ان انا اهدي عقلي. فالتمارين اللي انا هشاركها دي تمارين انا بستعملها بقالي سنتين، في منهم تمرين 6 شهور، ولكن كلها تمارين اثبتت فعالية في ان هي تحطني في جو من الهدوء والاسترخاء. التمرين الاول هو 5 4 3 2 1. التمرين ده ممكن يتعمل في أي مكان، لو أنت واقف مثلا في مستني مع الدكتور، أو في البنك، أو حالة من الملل مثلا، أو لو أنت قلقان ومتوتر ممكن أنت تعمله، لأنه بيكون جوه عقلك. ف خمسة خمس حاجات شايفاها. 1، شايفة ستارة بيضة رقيقة منقوشة بالزهور. 2، شايفة لمبة سقف لونها أسود وذهبي. 3، لوحة باللون الأحمر الصيني فيها 2 بيرقصوا، ومكتوب كلمتين بالطول: فرحة كبيرة. 4، قطقوطة بينك على مانيكان صغير. 5، لوحة صغيرة باللون الأبيض والذهبي، مستوحاة من كتاب هجي أو هوجي، وهي كلمة معناها السعادة على الطريقة الدنماركية. 4 حاجات أقدر ألمسهم. 1، الهود اللي على راسي. 2، البلوزة الهاي كول. 3، زرعة الكريسماس. 4، وداني. 3 حاجات أنا سمعاها. 1، صوت السخان. 2، صوت المطر بره. 3، صوت الكلاب في الشارع. 2، حاجتين أنا شماهم. 1، ريحة المطر. 2، ريحة بسكوت القرفة اللي أنا لسه عاملاه. 1، حاجة أنا حاسة بطعمها، طعم معجون السنان. ده تمرين 5 4 3 2 1. 5 حاجات أنا شايفاها، 4 أقدر ألمسهم، 3 حاجات أنا سمعاهم، وحاجتين أنا شماهم، وحاجة أنا حاسة بطعمها. التمرين التاني هو الهايكو، والهايكو هو نوع من أنواع الشعر الياباني. أنا طبعا جديد علي، عمري ما كنت سمعت عنه قبل كده، ولكن فكرة الهايكو إن هو شعر قصير مكون من 3 أبيات فقط. كل بيت، البيت الأول فيه مقاطع، 5 مقاطع، البيت الثاني 7 مقاطع، البيت الثالث 5 مقاطع، 5 7 5. المقطع بنعرفه إزاي؟
مقاطع الكلمة بتتعرف من حروف المد أو الـ vowel letters زي الـ E والـ A والـ I والـ O والـ U. ده طبعا في اللغة الإنجليزية. ممكن يعادلها في العربي حروف المد زي الألف الواو والياء وعلامات التشكيل الفتحة والضمة والكسرة. خلينا ناخد أمثلة. كلمة sun مقطع واحد لأن فيها vowel letter واحد اللي هو الـ U. كلمة welcome مقطعين will come، المقطع الأول في E والمقطع الثاني في الـ O، والإي اللي في الآخر دي بس عشان تقولي إن أنا أنطق welcome مش welcome. لو حبينا نطبق ده على العربي هنلاقي إن شمس مقطع واحد، لكن مثلا بركان بر كان فهي مقطعين، بر فيها الضمة وكان فيها الألف. انا بدات ان انا اكتب هايكو، الهدف منه مش ان انا ابين ان انا موهوبه او بصوا على جمال الهايكو اللي انا كاتباه. فكره الهايكو هي ان انا اعيش اللحظه اللي انا فيها، ما افكرش بقى في الماضي ولا في المستقبل ولا اقلق، ولكن احاول ان انا ايه اشغل عقلي بان هو يعمل ابيات الشعر دي. انا عملت كذا هايكو بمناسبات مختلفه فهشاركها معاكم، ومنهم هايكو عربي. طبعا انا سعيدة جدا ان انا بدأت اكتب هايكو لان انتوا عارفين ان انا كان عندي تروما من كتابة الشعر، شاركتها في حكايتي مع كتابة الشعر والزجر. الهايكو ده كتبته اول ما صحيت من النوم وكنت شايفة عصفورة على الشباك. 5-7-5 Sparrow in window A sunny day So it seems. Out I want to be. والهايكو ده كتبته وانا بتمشى لما شفت حمامة. I walk in nature. Sunny winter lovely day. Watching a pigeon. وده كتبته وانا بطبخ. Waiting for the food. Patiently cooking healthy millet almost done waiting مقطعين for مقطع the مقطع food مقطع يبقوا 5 مقاطع patiently 3 مقاطع cooking مقطعين healthy مقطعين يبقوا 7 مقاطع ملت مقطعين ملت almost مقطعين done مقطع يبقوا 5 مقاطع. الهايكو ده بالعربي كتبته وانا سمع واحد بيبيع خضار برا في الشارع فقلت بياع بينادي على الخضار بصوت عالي صحاني من النوم. اللي يحب يتابعني ويشوف الهايكوز اللي أنا بكتبها هيلاقيها على انستغرام في الستوريز أو على الفيسبوك. أحب أن أنا أشوف الهايكوز اللي أنتوا هتكتبوها، فلو حد هيكتب هايكو ياريت يعمل لي تاج سواء على فيسبوك أو على انستغرام. الطريقة الثالثة دي هي copyrighted ليا، copyright تريزا خليل، أنا اللي مألفاها ومخترعاها. والحكاية بدأت لما أنا وضامر كنا في سوبر ماركت. السوبر ماركت ده كان غريب شوية، ما ينفعش ندخله غير لو إحنا معانا كارت شركات. فإحنا معانا كارت الشركة ودخلنا فعلا وبدأنا. طبعا السوبر ماركت ضخم جدا، فيه عفش وهدوم ويا غير الأكل والحاجات دي، تقريبا زي شوبينج مول يعني، ولكن افقي، مساحه كبيره جدا. فدخلنا قعدنا نعمل شوبينج، لانه الشوبينج خلينا يعني نعترف بيعمل ريلاكسيشن، بيعمل استرخاء. فبعد ما عملنا الشوبينج عملنا نقيس ونعمل وكده ساعتين جوه بنعمل شوبينج، وبعدين رحنا للكاشير عشان الحاجات اللي احنا اخترناها بقى عايزين نشتريها. فبيحطوا الكارت في الماشين، لقوا انه منتهي الصلاحية وانه احنا اوكي ممكن نجدده، ولكن
هنحتاج بقى اوراق وحاجات مش معانا وكده، فما قدرناش ان احنا نشتري الحاجات اللي احنا بقالنا ساعتين بننقي فيها. احنا كنا فاكرين ان احنا هنكون حاسين طبعا ب يعني متضايقين ان احنا ما قدرناش ناخد الحاجات اللي احنا عايزينها، لكن بعد ما خرجنا من السوبر ماركت فاضيين ما عناش حاجة، حسينا ان احنا خفاف قوي. احنا طبعا عندناش عربية فبناخد مواصلات، وكل مرة كنا بنعمل شوبينج كنا بنروح بقى شايلين الحاجات لحد الموقف ونقف نستنى الاتوبيس وكده. فلما خرجنا من غير الحاجات حسينا ان احنا فري، وان احنا يعني استمتعنا، قعدنا ساعتين مستمتعين بان احنا بنعمل شوبينج، لكن واحنا خارجين كنا خفاف ولا جبنا اي حاجة من الحاجات اللي احنا بصراحة مش محتاجينها، ولكن يعني هي كانت هتزحم البيت على الفاضي، يعني احنا بس بنستمتع بالشوبينج. وهنا انا اقترحت على ضمر، قلت له دي تبقى فكرة هايلة لو انا مثلا افتح سوبر ماركت الناس تيجي تعمل شوبينج من غير ما تشتري حاجة. فهو قال لي انه طبعا الفكرة دي هتفشل لانه محدش هينفع السوبر ماركت وهضطر ان انا اقفل. فانا قعدت افكر في الموضوع بعد كام يوم، وبعدين جات لي فكرة التسوق التخيلي او الايماجينري شوبينج. خلونا اقول لكم الموضوع بيتعامل ازاي. التسوق التخيلي في منه نوعين، نوع اوفلاين ونوع اونلاين. النوع الاول بيتعامل في شوبينج مول او في سوبر ماركت، والنوع التاني بيتعامل على شبكة الانترنت ومواقع الشراء. الخطوة الاولى في التسوق التخيلي هي التفكير في منتج انت عايز تشتري بجد، سواء عندك امكانية انك تشتري او ما عندكش. يعني مش محتاج انك تفكر في الفلوس اللي معاك او اذا كانت الميزانية هتكفي او لا. خلينا ناخد مثال عملي. انا عايز اشتري حلة صغيرة جدا بجد، لان ده هيساعدني ان انا اعمل وصفات بكميات قليلة، فلو الوصفة فشلت يبقى الخسارة مش كبيرة، وفي نفس الوقت الحلة دي مش مهمة في حياتي، يعني ممكن اعيش من غيرها. فدلوقتي بقى عندي هدف، وهو ان انا اشتري حلة صغيرة جدا. الخطوة التانية هي ان انا اجهز معايا موبايل بكاميرا او نوت بوك وقلم. الخطوة التالتة هي ان انا انزل الشوبينج مول لو انا بعمل نوع الاوفلاين من الايماجينري شوبينج او التسوق التخيلي، فاخد معايا الموبايل او النوت بوك والقلم، وهروح اشوف في الشوبينج مول انواع الحلل الموجودة، ولو لقيت حاجة مناسبة فانا هصورها واحتفظ بمعلومات عنها على الموبايل او هكتب ده في النوت بوك. ممكن اسجل اسم ماركة المنتج، الحجم، المحل اللي انا لقيتها فيه، وطبعا اثناء البحث عن الحلة فده ما يمنعش ان انا ادخل محلات تانية. ممكن مثلا اروح محل ملابس اشوف الحاجات اللي فيه وامارس الشوبينج بكل تفاصيله، ولو عجبتني حاجة اصورها او اسجلها في النوت بوك. برجع من جولة التسوق التخيلي بعدد من الصور والمعلومات، وأكيد بكون استمتعت وهديت أعصابي. بعد أسبوع أو أكتر ممكن أرجع أبص على الصور والمعلومات اللي عندي وأشوف إذا أنا فعلا محتاجة أشتري الحاجة دي، فممكن إن أنا أشتريها ولكن وأنا في كامل قواي العقلية ومش نتيجة لما يسمى بالإمبالسيف شوبينج أو الرغبة الوقتية في الشراء. نفس الكلام ينطبق على الأونلاين شوبينج، واللي فيها احتفظ برضو بصور أو لينكات للمنتجات وقرر بعد كده إذا كنت أنا عايز أشتريها أو لا. التسوق التخيلي الهدف منه الاسترخاء فقط، لا توجد أي نفقات أو خسارة مادية، ولا ينتج عنه منتجات لا حاجة لنا بها هتزحم حياتنا على الفاضي. في التسوق التخيلي أنا ممكن أستهدف شراء أشياء قد تكون مستحيلة، زي مثلا عقارات أو سيارة من نوع معين جاهز أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أشتريها حاليا، ولكن هيكون مكسب إني عرفت معلومات عنها أثناء التسوق التخيلي، والمعلومات دي جايز تنفعني في المستقبل. أنا بطبق الطريقة دي وعندي فولدرات من الحاجات، الصور اللي أنا برجع بيها من رحلات شوبينج الاسترخاء، ومنها حاجات جايز احتاج ان انا اشتريها بعد كده، بس بصراحة معظمها حاجات انا ما بكونش حاسة ان انا عايز اشتريها لاني مش محتاجاها. فاتمنى انه الطرق دي تكون يعني مفيدة بالنسبة لكم وفعلا تعمل لكم استرخاء زي ما هي بتعمل لي.
ولو حد عنده طرق تانية للاسترخاء ياريت يكتبها تحت في الكومنت. لو حابين تدعموا القناة طبعا ممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفي طرق تانية للدعم في صندوق الوصف. ولو هرشح لكم فيديو تشوفوه بعد الفيديو ده، فانا ارشح لكم فيديو كنت عملت فيه مساج الطاي، وهو نوع من انواع المساج طبعا الهدف منه برضو الاسترخاء والصحة وكده، لكن هو مساج يختلف عن المساج فكرة الناس عن المساج، يعني هو فيه تمارين وحاجات يعني محتاج أوضاع معينة هتشوفوا في الفيديو، فهسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف لو تحبوا ان انتوا تشوفوا برضو طريقة تانية من طرق الاسترخاء.